السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناتكم صن ستايل فاشون. والمهندس أحمد شمس الدين يحييكم إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، وكل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والمبدأ الأساسي اللي احنا من خلاله بنينا القناة ديت معاكم، الدال على الخير كفاعلي، الدال على الخير كفاعلي. نبدأ مع بعض بنفس اسلوب الموديل اللي فات، ان انا بحط الصورة بتاعته ونبدأ اصلا نشوف الصورة ديت ابعادها والتفاصيل بتاعتها، على اساس ان احنا لما نبدأ نشتغل الموديل دوت ونطلع الباترون الخاص بيه، فبالتالي دوت بتبقى ايه، يعني في الترق في الذاكرة الشكل بتاع الموديل هيكون ازاي، الشكل بتاع الموديل هيكون ازاي، وبالتالي اقدر اطلع الباترون بتاعه. نبدأ مع بعض ان ونقول ان الشكل اللي قدامي دوت، الناس اللي هي اصلا اختلطت او درست مع في الفنون تطبيقية او فنون جميلة او كلية اقتصاد منزلي بيدرسوا حاجة اسمها التجريد. يعني ايه التجريد؟ التجريد يعني اصلا الصورة تبقى كاملة عندي بكل ابعادها، الصورة تبقى كاملة عندي بكل ابعادها، ثم ابدأ اقتطع منها اجزاء، ابدأ اقتطع منها اجزاء. الاقتطاع دوت بنسميه ان انا بجرد الصورة من بعض اجزائها، بجرد الصورة من بعض اجزائها، تمام؟ فلو عكسنا الكلام دوت على الموديل اللي قدامي، فانا بجرد الموديل من بعض الاجزاء بتاعته. يعني ايه؟ الموديل اللي قدامي دوت اللي انا بنزله دلوقتي على اساس حضرتكم تشوفوه، هو مكشوف من فوق، هو مكشوف من فوق. والمبدأ برضو يا جماعة اللي احنا عايزين نتفق عليه، انا ما يعني حتى لا نكون اصلا ممن وصفهم الله عز وجل يحبون إشاعة الفاحشة في الذين امنوا، الشكل اللي قدامي دوت عادي جدا جدا ان المرأة تلبسه، جدا تلبسه، سواء في وسط نساء، سواء هتلبسه في بيتها لزوجها، في وسط محفل نسائي، في وسط مجموعة من النساء، لكن لا يجوز بأي شكل من الأشكال إن هي تخرج بيه، لا يجوز بأي شكل من الأشكال إن هي تخرج بيه، ماشي؟ فهي إن خرجت بيه بالفعل في محفل نسائي، في عرس أو حاجة، فهي بتبقى لابساه بالفعل وفوقيه عباية كاملة سترة، ماشي؟ وممكن تخلع العباية ديت في تواجد المحفل النسائي هذا. ديت نقطة بنتعرض فيها من الناحية الدينية، على أساس ما حدش، على أساس إن إحنا ما نحملش وزر شيء تتكشف به النساء، ما نحملش وزر شيء نبينه للناس، ماشي، تتكشف به النساء، لأن زي ما قلنا إن المبدأ اللي إحنا ماشيين عليه الدال على الخير كفاعلي، ماشي، وإنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، من عمل بها. نكمل مع بعض. الموديل اللي قدامي دوت اعتبره فستان كامل من ناحية الرقبة هنا، هو كده. يعني انا لو الموديل اللي قدامي دوت، ماشي، ادي الحوض بتاعي، ادي الكتف بتاعي، الكم كامل بحردته، تمام، عملت فستان بنفس الشكل ده كده. وابدأ بعد كده، بعد ما عملت الكلام دوت على اساس ان انا اسهل على نفسي واسهل على حضراتكم، ابدا اجرد الجزء ده، ابدا اجرد. هلاحظ حاجه، ان في جزء من من حرده الباط هنا، هوت الجزء دوت هيتراوح من 8 ل 12 سنتي، اللي هي القيمه اللي انا هجردها بمعنى اصح من حرده الباط. يبقى انا هنزل من فوق هنا من 8 ل 10، من 8 ل 12 سنتي، واشيل جزء، ابدا بقى ايه، اجرد الامامي من الشكل ده. وعلى فكره الخلفي هيكون بنفس ايه الشكل ده، تمام. تعتبر برضو كذلك، انا معايا الكم اهو بحردته كامله، معايا الكم بحردته كامله،
اهو ادي حضرتكم، لا رحت شايل منها برضو الجزئية دي، شايل منها الجزئية دي. فبالتالي كده بدأت اسهل على نفسي الموديل، بدأت اسهل على نفسي الموديل. الموديل ما فيهوش اي مشكلة، ما فيهوش اي صعوبة، المشكلة الموديل سهل جدا جدا جدا، بس نعرف نقراه ونعرف نشوفه مع بعض. طب نبدأ بقى نشوف الموديل معايا. الموديل معايا اهو من اسفل، هلاحظ حاجة ان هو كروزي، ماشي. يعني ايه كروزي؟ لو انا جيت شفت الجانب الشمال اهو، ده الجانب الشمال اللي انا بشاور عليه، ماشي معايا وداخل من تحت الجزء القداماني، من تحت جزء الكفر ده كده، ماشي معايا سي ان هو هيوصل معايا لغاية النقطة دي، هيوصل معايا لغاية النقطة دي ويبدأ يقفل معايا لغاية حردة الباط من فوق. يبقى انا الموديل اللي قدامي دوت هيبقى 3 طبقات، نقول تاني 3 قطع، سوري 3 قطع. ايه هو؟ قطعة الظهر، ماشي، دي قطعة واحدة مكونة من جزئين على اساس ان هيبقى فيها سوستة سحرية في المنتصف، والقطعة الداخلية اللي هي الشمال اللي هي ماشية معايا اهي كده، هتمشي معايا، يبقى انا هقصها اهي، القطعة اهي ماشية معايا اهي، واجي اروح داخل على الاقل واروح طالع بحردة الباط معايا، طبعا مع تجريد الجزء اللي احنا قلنا عليه ده كده، الجزء الداخلي من الناحية الشمال. طب نبص على الناحية اليمين، هبص لان هي ماشية معايا اهي اهي، كفر كروازي مغطي الناحية الشمال اهو، وجاي على الجنب ايه الشمال بايه، بضربهات اهي ماشية معايا، الدرابيهات ديت باتجاهات. نيجي مثلا من تحت الباط هنا، هبدأ الاقي معايا 3 درابي اهم طالعين لفوق، ماشي. انزل شوية هلاقي معايا في حدود 2 3 درابي جايين على منطقة الوسط او منطقة الخصر هنا، انزل شوية تحت ايديها هلاقي معايا في حدود 4 او 5 درابيهات نازلين لتحت. انا اللي بتحكم في اتجاه الدرابيه دوت شكله ايه بالظبط. الخامة اللي انا لابد ان انا اشتغل فيها، ماشي، خامة لكرة عالية جدا. ليه؟ عشان اقدر اشدها على الجسم بنفس الشكل ده، ابدأ اشدها على الجسم بنفس الشكل ده. دي كده قراية للموديل نفسه. الكم كم بادي ضيق جدا على قد الجسم بالظبط، كأنه ايه كم بادي، ماشي. الطول بتاعه لمنتصف منطقة الفخذ، وانا متحكم في الطول، سواء انا ممكن اعمله ماكس خالص لغاية الارض، ممكن اعمله لمنتصف الفخذ كما هو باين، او ان انا ايه اعلي اقلل زي ما انا عايز في الطول. دي القراية اللي احنا قلناها للموديل باختصار جدا جدا. وهنبدأ نطلع الباترون بتاعه، سهل جدا ما فيهوش مشكلة. نطلب من حضراتكم مرة أخرى الدعم، الاشتراك في القناة، الإعجاب بالفيديو دوت عشان نساعد نشره. وهنبدأ نطلع الباترون بتاعه، وهننزل الفيديو الخاص بقراية الموديل أولا، والنهاردة بالليل إن شاء الله هنعمل الفيديو بتاع إزاي أنا أقدر أطلع الباترون دوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تنسونا من صالح دعائكم.